مع دخول الولايات المتحدة الأمريكية من جديد على خط أزمة سد النهضة وإصدارها بياناً تحذيرياً من اتخاذ أي خطوات أحادية، نسلط الضوء الآن على دور الوساطات المتعددة التي حاولت على مدار السنوات السابقة إحداث اختراق للملف. البداية كانت مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2019 إلى التدخل الدولي في مفاوضات السد الإثيوبي، وذلك خلال أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتدخل الولايات المتحدة في نوفمبر لعام 2019 كوسيط في الأزمة بناء على طلب مصر. وخلال يناير 2020 عقدت مصر، السودان وإثيوبيا 3 اجتماعات في واشنطن لمحاولة الوصول إلى اتفاق ملزم، إلا أن إثيوبيا انسحبت من الاجتماع الأخير، حيث كان من المقرر توقيع اتفاق في نهاية فبراير 2020، لتقوم مصر في مايو لعام 2020 بتسليم مجلس الأمن رسالة تحتج فيها على أفعال إثيوبيا وتطالب بوقف بناء السد حتى التوصل لاتفاق. وفي ظل التعنت الإثيوبي، أعلن الرئيس الجنوب إفريقي رئيس دورة الاتحاد الإفريقي في يونيو 2020 الدخول في وساطة بين الدول الثلاث. وفي الفترة ما بين يوليو إلى سبتمبر لعام 2020 عقدت الدول الثلاث مفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي لم تسفر عن التوصل إلى أي نتيجة. وفي فبراير من العام الجاري اقترح السودان عقد المفاوضات بوساطة رباعية لتشمل الولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة، وهو الأمر الذي رفضته إثيوبيا وأصرت على وساطة الاتحاد الإفريقي فقط برئاسة الكونغو، لتعقد مفاوضات بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي في كينشاسا أبريل الجاري، حيث أعلنت مصر والسودان فشلها مجدداً. فهل تنجح الولايات المتحدة هذه المرة في حل الأزمة وتجنيب المنطقة المزيدة من التوترات؟